وينضم إلينا حول هذه التفاصيل من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك أحمد. إذن تداعيات ما حدث بعد اغتيال العاروري والتطورات طبعا ويعني ما يحدث في الحدود اللبنانية، كيف يمكن أن توصفه وخاصة في ظل تحذيرات اليونيفيل من أنه قد يحدث تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ما يحدث أو ما حدث بالأمس في العاصمة اللبنانية بيروت منعطف جديد وخطير في الأزمة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والمستمرة منذ 8 من شهر أكتوبر الماضي. الجهود جميعها كانت تنصب في إطار التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701 الخاص بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني وإخلاء منطقة الجنوب من السلاح باستثناء وجود الجيش واليونيفيل. ولكن صارت الأمور على عكس هذا الاتجاه بعد استهداف منطقة الضاحية الجنوبية بعدة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العروري وعدد من مرافقيه وإصابات كبيرة في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ربما ذلك يأتي في إطار تهديدات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل مسؤولين إسرائيليين بتحويل العاصمة اللبنانية بيروت إلى ما يشبه الوضع في قطاع غزة. ربما هذه الخطوة تنذر بمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أن حزب الله تحدث عن رد وعقاب لما حدث في الضاحية الجنوبية التي تعد المعقل الرئيسي لحزب الله، كما أنها أيضا العملية أو الاعتداء الإسرائيلي الأول من نوعه منذ 17 عام منذ نهاية الحرب بين لبنان وإسرائيل والمعروفة بحرب تموز عام 2006. نعم. فالوضع له تداعيات كبيرة على الواقع اللبناني وعلى السياسة اللبنانية وعلى الشارع اللبناني أيضا، والجميع يترقب كيف سيكون الرد وما هي تداعياته خلال الفترة المقبلة. لكن يعني في عجالة يعني أحمد، كيف يبدو الرد خاصة الرد الدبلوماسي؟ لأن الخارجية اللبنانية فيما يبدو تريد أن ترسل شكوى إلى مجلس الأمن بخصوص انتهاك سيادتها. نعم، ربما يقتصر الرد الدبلوماسي على إرسال شكوى أو تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي حول الانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت بالأمس. ولكن هناك قرابة 4 شكاوى تقدم بها لبنان منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر الماضي. نعم. وجميع هذه الشكاوى لم تثمر عن أي شيء في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي ربما قطاع كبير من اللبنانيين يرى أن المسار الدبلوماسي لم يعد مجديا، وخصوصا في ظل الإصرار الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة سواء للجنوب على مدار الأسابيع الماضية أو للعاصمة اللبنانية بيروت بالأمس. التطورات في لبنان والتفاصيل، وكنت معنا فيها مباشرة من بيروت أحمد سنجاب، أشكرك شكرا جزيلا أحمد.